كابتن اسامه الف مبروك. الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول والنادي الاهلي يستحق الفوز طبعا. لا شوط ثاني مختلف كتير عن الشوط الاول. الشوط الاول احنا ما كناش لاقيين حاجه ايجابيه واضحه، يعني قلنا في وسط الملعب في تفكك، مش عارفين يربطوا اللعب بين الخط الدفاع والخط الامامي، كميات الجري كانت قليله جدا على المستوى حتى الفردي، اللعيبه كتير مش لاقيه نفسها زي قلنا على بيرتستاو ما كانش في حالته، موديست، نيدفيد، السوليه، علي معلول، يعني ما يعني حتى على المستوى الفردي، فجماعيا وفرديا النادي الاهلي الشوط الاولاني ما تقدرش مش لاقي حاجه تقولها. يعني احنا قلنا فرصه حسين الشحات وواضح انه كان ميدياما مسيطر اكتر، احنا قلنا كمان جاله 5 كورنر انت جالك كورنر واحد، وصولهم للمرمى وان كان مش بيعرفوا يفنشوا بخبره لعيبه كبار يعني، لكن كانوا اخطر من النادي الاهلي. لا الشوط الثاني النادي الاهلي كميه الجري زادت، يعني بقى فيه نشاط، يعني اي حد حتى لو هو مش بتاع كوره يعني اتفرج على الشوط الاولاني والشوط الثاني، لا هنا في كميه جري اكتر ونشاط، لا اكتر، لا مسيطرت من نص الملعب، لا ما انا بقولك بدايه على الكوره، ما هو بدايه في نشاط اكتر، في حركه بقت اسرع، في كميه جري زادت، ابتديت تسيطر على وسط الملعب، يعني حتى السوليه شكله الشوط الثاني افضل نسبيا من الشوط الاولاني، وعمل الكره اللي عملها المودست، كره الهدف مودست هدي عليها يعني بثبات واستقرار وحطها لحسين الشحات قدر يحطها بشماله، هدف حلو يعني. فالاداء الفردي ارتفع، السيطره على وسط الملعب ابتدت تبان، زي ما قلت لك كميات الجري بقت افضل، بقيت افضل، وبعدين توقيت الهدف كمان جه حلو قوي. صحيح. يعني انت 3 دقايق أو 4 دقايق من الشوط الثاني جبت هدف، ابتدت لعيبه ميدياما بكمان بخبرتها هي اصلا اللي مش كبيره، والفوارق الكبيره اللي بينها وبين النادي الاهلي، ابتدى يبقى في عندهم شيء من الياس، يعني تحس فرقه يائسه. هو حاولوا كده 10 دقايق ولا حاجه كورتين ورا بعض عرضيات، ومصطفى شوبير اتعمل بثقه في اكتر من كره، منهم الكره اللي صدها وبعدين ضربت في العارضه، اتحركوا كده شويه، وبعد كده تقريبا نهايه في نهايه الشوط او مش نهايه الشوط اخر 20 دقيقه خلاص تحس فرقه ميدياما سلمت، حتى بقى جه لهم كرامبات شد عضلي يعني كتير، يقعوا على الارض كتير، بقى في تحس كده في ياس واستسلام. صح. مع سيطره من النادي الاهلي، مع التغييرات لما نيجي نتكلم فيها، التغييرات كمان عملت نشاط، كمان زودت النشاط، فما فيش شك ان الشوط الثاني النادي الاهلي افضل ويستحق يستحق المكسب يعني الشوط الثاني. صحيح.